احنا كنا لما تبنينا من هنا المطالبة بتشريع لمعاقبة حالة العقوق، عقوق أو حالة الجحود باتجاه الأم وباتجاه الأب، لأنه للأسف الشديد بنلاقي نماذج، يعني هي نماذج استثنائية، يعني لأن الحالة لا أحد يتخيل انه تبقى في علاقات من هذا النوع مهتزة. يعني صحيح في بعض العوامل، في بعض الدوافع، لكن ليه كنا بنقول ده؟ لانه كنا بنشوف حالات الأذى النفسي والمعنوي بيكون كبيرا جدا اللي بيلحق بالأمهات بسبب معاملة الأبناء، بعض الأبناء. يعني نماذج هي صحيح قليلة وفردية، ولكن كان لابد من مواجهة ذلك. تعالوا نشوف ده تقرير عن حنان الحب الأم مهما كبر الأبناء. كبر الأبناء وصاروا آباء وأمهات، وما زالوا مفتقرين إلى حنان الأم ودفء أنفاسها. للأسف مش موجودة، بس موجودة معايا في كل وقت وفي كل مكان. هو طبعا اليوم ده بالنسبة لي بيبقى أصعب يوم في السنة، لأني اتحرمت منها. ربنا يخلي كل أم موجودة ويبارك في عمرها. بتأثر جدا لأني مش لاقيها، مش لاقيها قدامي. بشوف كمية احتفالات كبيرة جدا وأنا مش لاقي أم. يحتفل من غير ما يعمل ضجة ولا سوشيال ميديا ولا الكلام ده كله، يبقى رسالة قوية إن أنت تعبت عشاني فأنا بكافئك. بروا أمهاتكم واحتفوا بهن، ولكن خففوا من ذلك الضجيج، فقد حرمنا أمهاتنا وسنظل محرومين. الواحد لازم يحتفل في صمت، لأن في ناس ما عندهاش أمهات وظروفها بتبقى صعبة. أنا بنام معيط، أنا رغم إن أنا كبير بس بنام معيط. كل اللي عنده أمه ربنا يخليها له. أمي يعني هي جنة ربنا على الأرض، وللأسف أنا اتحرمت منها، وربنا يحفظ كل أم عايشة. كنت مفتقداها جدا، وفي كل تفصيلة في اليوم هي ما كانتش معايا، وتجهيزات قبل الفرح ما كانتش معايا، فربنا يرحمها. بتمنى إن أمي تكون معايا عشان أقولها كل سنة وأنت طيبة. الأم نعمة، من غيرها نعمة ونتوه في الحياة. الأم قصة ما تتكتبش بالقلم، الأم قصة تتكتب بالقلم. الكلام موجه ليك أنت وهي وهو، ياللي مش فاهمين معنى الأمومة ومش حاسين معنى الأبوة. بيقولها بمشاعر قوية جدا الأم. فعلا هي قصة لا يمكن أن تكتب بأي قلم، لا هي تكتب بالألم والوجع، يعني لأن كل ما تقعد تستعيد الأيام اللي الأم فيها كانت بتسهر وانت بتذاكر وبتقلق وانت مش موجود، أو انت في الامتحان بتعيش معاك كل المخاطر وكل صعاب الحياة. وبالتالي هي قصة بهجة وقصة وجع، والوجع فيها كمان هو اللي صنعت المستقبل.